للمزيد من التفاصيل والمتابعة عبر الهاتف بينضم إلينا الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. أهلا بك يا دكتور. تحية طلقت الكريمة لكل السادة والسادة المشاهدين والمتابعين الكرام. في البداية بشكل عام، لو نتحدث معك في البداية عن الأوضاع الحالية في قطاع غزة. يعني الأوضاع الحالية في قطاع غزة حالة ترقب للناس التي تنتظر الإعلان عن هدنة حتى تتمكن من تطبيق جراحة الإطمئنان على المفقودين، هل تجاوزوا 10,000 مفقود، الإطمئنان على منازلهم وما بقى منها، محاولات طبعا مناطق الشمال وصول الغذاء لهم طبعا لصدر مقهب بعد 3 شهور من القتال المتواصل والحرمان بشكل كبير جدا. طبعا أضف إلى ذلك أن طيران الاحتلال لم يتوقف عن عملية التجسس وصار القصف في مناطق مختلفة في قطاع غزة، كانت في الشمال أو في الوسط أو في الجنوب، حتى رفح لم تسلم من القصف. بالتالي كل قطاع غزة لا زال طبعا تحت القصف وتحت الحرب، ولكن كما شرط جميعهم ينتظرون بارقة أمل الإعلان عن هدنة حتى طبعا يتمكنوا من أقل تقدير أن يقضوا شهر رمضان وهم يتنفسون بعض الحرية أو بعض الأمل يعني أقل تقدير. تابعنا جميعا تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول معبر رفح وتأكيده أنه لم يغلق نهائيا، وحرص مصر الدائم على استمرار تدفق المساعدات عبر المعبر. يعني الحقيقة بنلاقي دائما محاولات كتير للمزايدة على دور مصر تجاه القضية الفلسطينية. كيف ترى هذه الأمور، خاصة أن السيد الرئيس أيضا في آخر حديثه قال أنه نأمل من الله أن نتوصل إلى هدنة قريبة في القطاع؟ يعني بعض المغربين يحاولوا الحديث عن هذا من باب المزاودة، لكن حقيقة معبر رفح على صعيد، يجب أن نوضح أمرين، معبر رفح على صعيد الأفراد ومعبر رفح على صعيد المساعدات. معبر رفح على صعيد المساعدات هو الذي نتحدث عنه وهو لم يغلق بشكل أو بآخر، والعملية مستمرة منذ اليوم الأول الحرب، ومصر لها موقف واضح أن طبعا بشكل أو بآخر إدخال المساعدات إلى غزة، وبذلت جهد كبير حتى على صعيد الدبلوماسي الخشن. هذا مصطلح استخدمته، مصر أصرت على أن لا يكون هناك بشكل أو بآخر إغلاق للمعبر رفح طالما هناك طبعا السماح بإدخال بإخراج الرعاية الأجنب إلا بدخول المساعدات، فبالفعل تم ذلك حيث تم إدخال المساعدات مقابل السماح للرعاية الأجنب بمغادرة قطاع غزة، وهذا شهدنا منذ الأيام الأولى للحرب على غزة. ومعروف أن من يغلق المعبر ويتحكم في حركة الشاحنات والتفتيش هو الاحتلال الصهيوني. الأمر الثاني، معبر الأفراد، ومعبر الأفراد لو فتح بشكل طبيعي كما كان قبل ذلك فطبيعي جدا سنجد مئات الآلاف، لم يكن كل قطاع قدس يغادر بشكل طبيعي نتيجة خطر الموت. معبر الأفراد طبعا هناك ظروف يتم السماح لحالات إنسانية وفي ظروف خاصة بمغادرة البعض المعبر، لكن بشكل عام معبر الأفراد هو الذي تكون حركته محدودة، لكن معبر المساعدات وهو الأهم أعتقد لم يغلق بشكل كامل، وهذا كان واضحا خلال كل ما تبعتنا لهذا الأمر. حديث الرئيس اليوم كان واضحا أننا نحن لم نغلق معبر رفح ولن نستطيع أن نفعل ذلك بشكل أساسي لأن هذا واجبنا كما أشار. وأعتقد أن الأمور جميعا أصبح يدرك أن كل من يحاول بشكل أو بآخر المزودة في هذا الأمر أعتقد يعني الأمر انتهى بشكل واضح وبشكل صريح. وبالأمس كانوا محاولات طبعا إنزال أيضا مساعدات بالطائرات لزيادة عدد الشحن المساعدات لتدخل غزة، وكانت عملية إنزال بمشاركة طيران مصري صحيح. وأردني وطبعا وإماراتي في إدخال المساعدات، وقبل كان أردني وفرنسي. طبيعة محاولات جادة لكسر الحصار وإدخال المساعدات، ونحن طبعا فلسطينيين نشكر كل من يمد لنا يد العون حتى من يرسل لنا شربة ماء، فما بالك عندما نتحدث عن جغرافيا سياسية تطرد دور كبير جدا، ومصر بصراحة حملت وزر كبير جدا في هذا الأمر. الأمور يعني من بعض يزود الأمور، ليست لسنا نحن في عام 48 ولا 67، والحالة العربية ليست حالة للتفول، يجب أن نحرك جيوش من خلال الأمر. يتغلب بشكل كامل والظروف مختلفة بشكل كامل، ونحن نقدر ظروف كل دولة ومعطيات الوضع بها، وطبعا ومصر طبعا دائما كانت تقدم لنا يد العون، وهذا لم تقصر به الصراحة كلا هذه الحرب بقدر إمكانيات. بالعكس المساعدات التي وصلت غزة 80% أو 70% إلى 80% هي مساعدات مصرية من جهات مختلفة. نعم. كل القطاعات الحكومية والشعبية قدمت مساعدات إلى غزة. طبعا يعني أنا بشكرك دكتور أيمن، ونتمنى قريبا بالفعل أن يتم الوصول إلى هدنة طويلة في القطاع وتنتهي هذه الأزمة. دكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، شكرا جزيلا لك.